السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة جينان. في الفيديو تاعنا تاع اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تجميد الخضر والفواكه. اذا اليوم غادي نكونجلو لي فريز باش نديرو بها العصير. اذا لهاد الشيء ديت دي فريز، غسلتهم مليح بالماء، درت فيهم شويه خل، غسلتهم مليح، حقمتهم، درتهم يقطرو حتى كي نشفوها هما. لا اذا دروك ساهل، دروك نجيبو دي ساك هما لهنايا كيما هكا ونعمروهم. نديروهم في المجمد، وكي تبغوا ديروا عصير تجبدوا الكميه اللي راكم باغيين ديروا بها. ها هي هكا، اذا تجبدوا الكميه اللي راكم باغيين تستعملوها وتصنعوا به العصير، وخاصه مع لي رمضان راه جاي. اذا لازم نسحقوا بعض الفواكه ولا الليمون، هادو نسحقوهم نديروهم في الكونجيلاتور باش في شهر رمضان ان شاء الله نصيبوهم. اذا كيما هكا نكونجلو. هنا انا غادي نكونجلي، ما نكونجليش بزاف، نكونجلي ابوبري تاع اون سول تاع اسبوع، ماشي بزاف. ها هو مالا هكا، ها هي نزيد فيه كونجلي تاع اسبوع بزاف. إذا ها هما ديرهم هكا، كيما هكا، إذا ها هما ونديرهم في المجمد. إذا دروك جبت ها ولا الكيوي تاني، غادي غسلته وغادي نقيه باش نديره يتكونجلا، ندير به العصير، نوجدوهم كيما هكا رمضان. كي نبغو نديرو عصير نجبدو، نجمو نخلطو الفواكه اللي عندنا ونطحنوها ونديرو بها، دقيقة التالية نديرو بها عصير يجي شباب وبارد وناتوريل تاع الدار. هكا
كيما هكا نديرهم في الكونجيلاتور، كي يتكونجلو عاد باش يقعدوا كيما هكا مفرقين مع بعضهم. اذا هنايا ديت الخبز فتته ومن بعد دخلته في الفوخ، حمصته كي حمصته مليح وتخرجته خليته برد، درته في البولينكس طحنته ونديره في بقال تاع زداج ونخليه هكا باش في ان شاء الله في شهر رمضان كي نسحق لا شابلور نصيبها واجده عندي في الدار. إذن ها هو الحمص بعد ما غسلته ونفخته، دوك نديره هنا هكا. إذن هذا هو الحمص بعد ما غسلته نفخته ليله كامله، درته دروك في لي ساشي ودروك غادي نديره في الكونجيلاتور. دروك هاولا الثوم نقيته، نقيته وغسلته نشفته هاولا، اذا نطحنه إذن هو لبعد ما طحنته نزيد فيه مغرف زيت، مغرف كبيرة تاع زيت، ندير له شوية ملح ونعاود نطحنه. اذا هذه الطريقه الاولى اللي نديروه في الكونجيلاتور، دروك نغطيه هنايا بان بلاستيك ونديرها في الكونجيلاتور. والطريقه الثانيه تانيك صحيحه، ديري الثوم في بقال تاع الزداج ها هو معاك، وديري فوقها الزيت هاي لا غطيتها بالزيت. بعد كي تبغي تستعملي تجيبي ملعقه ناشفه ما فيهاش الماء ناشفه وترفدي تدي منها تستعملي، يقعد لك شباب وما يخسرلكش، لكن لازم تستعملي ملعقه تكون نقيه وناشفه ما فيهاش الماء باش الماء ما يتوشيلكش الثوم. هنايا شديري
نديرو غير تبلع عليه وديريه في الثلاجة، ما ديريش في الكونجيلاتور، ما ديريش في المجمد، ديريه في الثلاجة. هذا ديريه في الثلاجة تستعملي منه، هذا ديريه في المجمد. اذا هذا نغلفه بالبلاستيك باش الرائحة ما تعطيكش في المجمد تاع الثوم. هكا هكا هذا نديره في المجمد وهذا نديره في الثلاجة. إذن هنايا بعد ليلة في المجمل هاولا قلعته من المول. شوفوا هنايا راه عندنا مكعبات صغار، نديرهم في دي ساشي دو كونجيلاسيون، ومن بعد كي نبغوا نطيبوا بهم نجبدوا غير شرنا مسحقيين، نجبدوا سوا مكعب واحد ولا زوج ونستعملوهم. ها هما شوفوا كيفاش راهم واجدين. وحتى اللي يكون عنده الثوم بزاف ويخاف لا كان يخسر له ولا يقدر يخدمه كيما هكا بهاد لا فاصون، ولا يخدمها بلا فاصون الزوجه، سينو يدير لي دو فاصون. اذا دروك المعدنوس ها هو اللي غسلته ونشفته مليح بسربيته. اذا دروك نقطعه رقيق ونديره ثاني هو في دي ساك دو كونجيلاسيون واخر عندنا. نقلع هادو. اذا دروك نقطعه رقيق ونديرها في الكونجيلاتور. يقعد الشباب هذا ينجم يشد لك كاع الشهر تاع رمضان، ما يخسرش معدنوس كونجيلاتور ما يخسرش. كي لازم غير تجيبيه تغسليه نشفيه مليح وقطعيه رقيق وديريه في الكونجيلاتور يشد لك مليح ويعاونك. فوالا ها هي دك دروك ندير لها هكا. اذا ها هو بعد ما تقطع نديرو هنا في لي ساك. ديرو له توجور ديرو هكا وحطوه بهاد لا فاصون باش ما يتكونجلاش مع بعضه، باش يقعد لكم كيما هكا هكا. ومن بعد غير ديرو له هكا يتفتت لكم. ندلها هما ندلهم هكا كيما هكا هنايا تاني. غادي نخويها شوية من الهوا كيما هكا ونديرهم يتكونجلو. اذا دروك ديت الطماطم هيا لا طوماط كونسونطري خويتها هنايا. لا طوماط كونسونطري كي نخلوها في الثلاجه دي فوا دينا كل لا موزيسور من الفوق
اذا باش نقدروا نحافظوا عليها واوموا في هذا شهر رمضان. اذا نديروها هنايا كما هكا، نديرها هنا كما درنا الثوم هكا. تكونجليها في الوقت اللي تسحقيها تجبديها، ما تخسر لكش، وخاصة لكن كنتي ما تستعمليهاش بزاف ومن تحلي علبة تلقت تخافيها لكن تخسر لك، تقدي ديري لها كيما هكا راها تشد معاك مليحة وتقعد لك هكا. انا في الحق صوالح التجميد ما نجمدش بزاف صوالح، ما نجمدش بزاف الخضر وهادو، غير في شهر رمضان كل خاصة للعاملات تنجم الويكاند، تنجم اشاك ويكاند كي تشري صوالحها توجدهم وديرهم في المجمد في شهر رمضان، هكا يبقى لها شوية وقت كي تخرج من العمل تاعها يلحقها الوقت باش تكمل صوالحها وتكمل الطياب تاعها هكا كيما هاك. اذا لا ديرنيغ فوا اذا في الثوم شتوني شدرت، درته على زوج تاع الطرق، درته بهذه الطريقه تاع المجمد وانتم لكم الاختيار هكا درته، ودرته بالطريقه الثانيه هذا تما نديه للمجمد نخليه يتكونجلا، كي يتكونجلا نقلعهم ونديرهم في دي ساشي دو كونجيلاسيون وكي نسحق ندي بالعبر. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هذه الطريقه اللي نستعملها انا بزاف صراحه، هذه الطريقه اللي فريمون نستعملها بزاف، اللي هي نستعملها للثوم ونستعملها للطماطم، اللي هي ها هي لا اذا ندير الطماطم ها هي لا، نديرها في هذا بقال ان كونتينون تاع الزداج، ديروه تاع الزداج، هو الزداج هو لو ميور، الزداج خير من البلاستيك، اذا جو بريفير انا نديرها في تاع الزداج فوالا صحي اكثر. ندير له الزيت، شوفوا كيفاش نغطيه بالزيت، الزيت غادي يكون كوم ان كونسيرفاتور. اذا هذا الزيت ما غاديش تضيع، ما تضيعناش هذا الزيت، دوك تشوفوها كيما في الثوم الزيت عمرها ما تضيع، ها هي هكا نبلعه نديره في الثلاجه كي نسحقه نجبد. نستعمل مغرف ناشفه ماشي ما فيهاش الماء، جامي ما تستعملوا مغرف فيها الماء ولا مغرف ديجا استعملتوها، يفو توجور تكون بروبر. هذه اللي مستعمله فيها غير الطماطم، يفو توجور تكون بروبر. ندير كيما هاك هكا نوخر شويه، ايسي ندي لا طوماط ونستعملها. الا كان اديت شويه زيت معاها راه ماشي مشكل، راه المهم اني باغا نطيب به كيما هاكا، وخليها توجور هنا في وسط الزيت. كي نقعد نستعمل فيها الا كان شت روحي ديت منها شويه زيت قبل ما نعاود نرجعها للثلاجه، توجور نعاود شويه نغطيها بهذا الزيت، وهذا الزيت ما يضيعش، هذا الزيت اصلا نطيبو به. اذا هذه طريقه اللي انايا نستعملها بزاف في الطماطم، يفو جوست نستعمل توجور نستعمل هذه الملعقه تكون ناشفه ونقيه، هي اللي نقلع بها، وغير نقلع نعاود نبلعه نرجعه للثلاجه. هذه الطريقه الثانيه اللي تكون شرات، نقولوا شرات هكا شرات قابسه كبيره تاع طماطم وتبغي دير النص هنا ودير النص في المجمد، الا درتي كيما هكا استعملي تاع المجمد الاول ومن بعد رجعي لهذا. والثوم درنا لا ميم شوز، استعملنا هذه الطريقه واستعملنا هذه الطريقه، للزوج ملاح.
سوف كو انا توجور نفضل هذه الطريقه، انايا نبغي هذه الطريقه نستعملها، ولكن هي سي لا ميم شوز كو سا سوا في الطوماط كونسونطري كو سا سوا في الثوم. الثوم غير تجيب ديكي من هكا حبه وتقيسيها في المقله تاعك وطيبي بها، راه ثاني تقعد لوغو تاعها شباب وتقعد نيشان هي هي. اذا هذه هي اذا هادو هما لي طوماط كونسونطري اللي درناهم، نقلعهم باش نوريهم لكم. اما لهنايا اذا ها هما نقلعوهم كيما هكا، ايوا نديرهم في دي ساك دو كونجيلاسيون وندخلوهم الكونجيلاتور. انا درت غير حبات غير باش نوريكم، باسكو انا قلت لكم انايا لا بليبار دو طون نديرهم كيما هكا هكا في الزيت ونستعمل هكا في هذا البقال. راني ديجا وريتكم الوصفه كيفاه نستعمل، مي هذه ثاني هذه الوصفه ثاني كمليحه نجبدهم من الكونجيلاتور ونستعملهم. الثوم هذا اللي درته ها هو، لا كيما هكا هاد التحضيرات في رمضان يساعدوا كاع ربات البيت. لا شابلور تاني نسحقوها بزاف في رمضان، وجدوها وديروها في بقال تاع الزداج وخلوها اشاك فوا كي يقعد لكم الخبز وخروه يبسوه وطحنوه وديروا في بقال ودسوه اشاك فوا اشاك فوا حتى يتعمروا البقال ويقعد لكم رمضان ان شاء الله تصيبوه واجد في رمضان. بيان سور ما ننسوش الحمص اللي نفخناه بيتناه ليله ومن بعد درناه في الكونجيلاتور، تاني هذا نسحقوه في شهر رمضان ان شاء الله. الثوم ثوم ها هما لا مكعبات تاع الثوم ثاني، شوفوا كيفاش يجوا. اذا المعدنوس ثاني نسحقوه في رمضان واجد، غير نجبدوه ونستعملوه. وهنايا الكيوي كان عندي حبات كيوي درتهم، لي فريز ثاني باش نخدموا بهم العصائر، وراني ديجا درت لكم فيديو واحد اخرى درت لكم فيها كيفاش نديروا التجميد تاع نتاع الليم تاع السيترون نتاع لي زورانج، هذاك ديجا درناها. وكيفاش دينا رابينا الليم ثاني درناه في الكونجيلاتور، هذاك الليم اللي في الكونجيلاتور هذاك لو زيست دو سيترون اللي في الكونجيلاتور انا ديجا دروك راني نستعمله، استعملته خدمت به البسبوسه اللي حطيتها لكم في القناه تاعي، ونستعمله ان شاء الله في عده وصفات. اذا بهذا الشيء خليتكم في رعايه الله وحفظه، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.